30 سنة عايش في الشقة، شفت فيها أيام مرة وأيام حلوة، وفي ظرف نص ساعة هوب لقيت نفسي بره في الشارع. حياتي ما تبقاش مجال للرغي مع صحابك وجيرانك. والله أنا مش عارف الواد أحمد ده كان مخه فين لما ساب العسل القمر. هو إمتى هيبطل يسيح لي؟ اقعدوا تتكلموا مع بعض، يعني أكيد هتوصلوا الحل بدل توم وجيري اللي أنتوا فيه ده. رمزي الحقوني الحقوني في ايه؟ انا بعوني اللي حدب بايدي كده اطلع جوز الفيران دول واقدمهم لكم مربوطين في بعض في يوم. انا مش هسيب لك النادي كله ومش راجع لك. ممكن بعد اذنك تخليك في نفسك. كوتش طارق هيهزقني. عايش اللي يهزقك وانا عايش على وش الدنيا عشان تعلم تحترم مواعيد. كوكو كوكو في البدري. انتوا بتقولوا ايه؟ انا الفنانه ثريا. لولا ان هي ايجار قديم انا كنت طردتها هي كمان. انت تعرف انها بقت بتشرب سجاير من ورا بابي؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ومتفتف وحاجه تقرف. عايزني اقول لهم ان الشقه اللي هي الحاجه الوحيده اللي حلتي في الجوازه دي عليها مشاكل؟ ما لازم يكون في حل، انا مش هفضل عايش كده. ولا عارف اروح الشغل ولا عارف انزل ولا عارف اتحرك اروح في اي حته. البيت ده بيتي. خروج من الشقه مش خارجه. لما اثر ايه بيشتكي؟ الراجل جاي معايا عشان يصالحك انت على ابوك، كنت فاكره ان لسه عندك دم. والله يا حسين انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه. انا مش داخل لك البيت ده تاني ولا هعذبهولك. احنا لو ما قعدناش معاه على الاقل اول كام سنه من جوازنا فعلا هيبقى عندنا مشكله. لولا ان انا مقدره الظروف اللي انت فيها يا حازم كنت حسبتك على كلام الزفت اللي انت بتقوله. واضح انه في سر. قولي قولي قولي. لا مفيش حاجه مفيش حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مالك طولتي كده؟ كل هوب مبروك. شوف فين بقى البيت؟ هو ايه ده؟ يا نهار اسود فين بقى البيت؟